يا بختك بيحبك وانت ميتة. يا شيخ حرام عليكي بقى، حرام عليكي، سيبهولي. انت خدتي كل حاجة وانت عايشة، خدتي حنان الأم، خدتي الفلوس، خدتي العز، خدتي العلام، خدتي الأخ اللي ما كانش له زي في الدنيا، خدتي قلب حسام. انت عارفه، عارفه هو لو حبني انا مش هخاف، وهقول له الحقيقه، هقول له كل حاجه. بس يحبني ازاي هو ما يعرفنيش، ما يعرفش عزة، مع ان عزة اتشعلقت بيه ما حبتش في الدنيا غيره. وهعمل المستحيل، هعمل المستحيل عشان ما اخسروش ولا اخسر الحب ده. ايوه مش هخسره. الو، ايوه يا بسيوني، انا جهزت لك الفلوس اللي انت عايزها، عدي عليا بكره الصبح في الفيلا القديمه. ايه رايك؟ رايي في ايه؟ انت عايزه حبل المشنقه يتلف حوالين رقبتي؟ حبل المشنقه ايه يا عبيطه؟ ده الموضوع قتل خطا، يعني الحكايه سنه سنتين ثلاثه بالكتير قوي. لو في محامي شاطر هيخرجك منها من غير ما تاخدي ولا يوم. وافرضي ما خرجتش؟ بقول لك الحكايه كلها سنتين ثلاثه بالكتير، يعني اعتبري نفسك مسافره بره بعقد فلوس كتير قوي ما تحلميش بيه. تحطي الفلوس دي في البنك، ولما تخرجي تاخديها تعملي بيها مشروع، تتجوزي جوازه حلوه، تشتري عربيه، تعملي اللي نفسك فيه، تعيشي حياه انت عايزاها. ماشي، بس في حاجه انت مش واخده بالك منها. ايه؟ انا رحت النيابه خلاص وسالوني وقلت ان انا ما اعرفش اي حاجه. معلش، هتقولي ان انت ضميرك صاحي مش عايزه حد يتظلم بسببك، فرجعتي تاني النيابه عشان تعترفي باللي حصل، ان الاكل وقع منك على الارض غصب عنك، خفتي مديرك يرفدك ولا يخصم لك اليوم، فلميتي من غير ما حد ياخد باله وحطيتي تاني في الطبق. بعدين انت ما كنتيش تعرفي ان الارض عليها سم فران، ولا ان عمر هياكل من الطبق ده. بصراحه انا خايفه. صدقيني هتندمي لو ضيعتي الفرصه دي من ايدك. طب تيجي نحسبها بشويش كده مع بعض بالورقه والقلم. انت بتاخدي كام في الشهر؟ باخد 10000 جنيه. 10000 جنيه يعني 120000 جنيه في السنه، صح؟ صح. احنا بقى هنديكي في السنه 2 مليون جنيه. كم؟ 2 مليون. يعني انا لو اتحبست 3 سنين هتدوني 6 مليون؟ اهو شكلك هتطلعي ذكيه ومش هتضيعي الفرصه. هايل، خلي عينك عليها لحد ما تسلم نفسها في النيابه، ولما ده يحصل بلغيني فورا عشان اخد منار وتسمع وتتاكد بنفسها ان انت بريئه من دم عمر. غدا، انت بتحبيني مش كده؟ طب انا بحلفك بالحب ده تبعدي عني وتسيبيني شويه على الاقل لحد ما انسى. بالنسبه للشغل انت تقدري تدريبي التليفون من البيت، لكن الحقيقه انا مش قادر ابص في وشك، يعني نبعد عن بعض شويه لحد ما نشوف ايه اللي يحصل. مرتبك هيوصل لك في حسابك زي اول كل شهر. مش عايزه حاجه.